وركا من بسكره للنيجر، أيوة. كيفاش المرحلة تفوت؟ كيفاش ندير ل... باش يلحق عندكم؟ شوف من بسكره لتماراسات ولا انقزام، وانا نجي من اكاداز للنيجر، أيوة. ناخذ من تماراسات ولا انقزام نديه لأكاداز، ومن أكاداز نقدر نوصلوا إلى التشاد لاخواننا التشاد. قبل إبرام الصفقة التجارية بين محمد بشير من دولة النيجر ومحمود من الجزائر يطمئن محمد بشير الطرف الجزائري بنقل التمور من ولاية تمرست نحو أسواق دولتي النيجر وتشاد في فترة وجيزة وبكميات كبيرة ما تاعنا معروف ولكن حابين نعرفوه في السوق الأفريقي الأقل تكون عنده يعني وجهة وتكون عنده ناسوا الزبائن تاعو ولما لا باش نوسعوا احنا في ديك تبقى اخوه بيننا وبين تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وهذا هو الهدف نتاعنا. نتمناو السهار ذا يدوم يدوم ديما علشان عندنا الإخوان اللي تعرفنا عليهم هنا كان ما علشان السهار هذا ما نتعرفوا عليهم من سنغال وتشاد وبوركينا فاسو فامي والجزائر اصلا. فهمني وتعاملنا معاهم احنا عندنا النقل هم عندهم البضاعة وتفاهمنا معاهم كل شيء باقتصار يعني فهمني وفي الشركات اللي تكلمنا معاهم نتفقون يجيبوا لنا هنا في بلاد تمراست فهمني وحنايا نشحن من تمراست إلى إلى إلى, الى 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 النيجر وتحتضن ولايه تمراس جنوب البلاد معرض أصهار كل سنه تجار الدول الإفريقية ينتظرون هذا المعرض للاطلاع على مختلف المنتجات الجزائرية وتوثيق شراكات جزائرية إفريقية نحن نعبر عبر هذا معرض سهار يعني معرض إيجابي جدا جدا لأنه يوجد فيه تطوير بين جمهورية الجزائر ودول الجوار النيجر وتشاد ومالي وموريتانيا وبوركينا فاسو هذا الشيء ما كان له سابقه ابدا لاول مره ونحن فرحنا به جدا ونامل فيه النجاح وتسعى الجزائر للانفتاح على الاسواق الافريقيه وهو خيار استراتيجي لرفع حجم المبادلات التجاريه مع دول الجوار كخطوه اولى وتعزيزها بحزمه اجراءات اولها فتح مناطق التبادل التجاري الحر فتح مسالك بريه لتعزيز النقل البري مع دول جنوب القاره الافريقيه